من المواقع المحلية، 9 يمنيين نجوا من السجن في أمريكا بفضل قاض عمره 95 عاما. مدرسة هندية تكافح الغش بصناديق على رؤوس الطلاب. الدي دبليو. وفي أخبارنا المنوعة، ألمانيا تدرس بناء ميناء فضائي. أهلا بكم. تحت ظلال التمسك بالقضية الجنوبية وحق تقرير المصير وحصر الاستثمار على أبناء منطقة واحدة دون أي تنافس، تقدم المنتزهات الهامة في عدن بأبخس الأسعار. وفقا لعدن الغد، وثيقة تكشف قيمة تأجير منتجع نشوان السياحي بعدن. وحصل صحيفة عدن الغد على وثيقة تبرز مبلغ الإيجار الشهري لمنتجع ومنتزه نشوان السياحي بمدينة التواهي. ونصت الوثيقة أن المستثمر يدفع مبلغ $500 كإيجار شهري لمنتجع نشوان السياحي الذي تبلغ مساحته أكثر من 6400 متر مربع. $500 في عدن لا تكفي حتى لسداد قيمة إيجار شقة صغيرة بمنطقة شعبية. وفيما يعد منتجع نشوان السياحي أحد أبرز المواقع السياحية في العاصمة عدن، وكان مبلغ الإيجار صادما للجميع. ورغم بخس ثمن العقد، إلا أنه يتضمن أيضا إعفاء عن الدفع لعام كامل. وجاء إيجار منتجع ومنتزه نشوان السياحي مساويا لتأجير محل تجاري صغير في الأسواق الشعبية بعدن. وهذا الإيجار ليس الأول من نوعه، حيث لا يزال يتم تأجير منتزه خليج الفيل ب200,000 ريال يمني فقط. وتعكس هذه العقود حالة العبث الحاصلة بعدن. اهتمت العديد من المواقع الإخبارية بحفل تخرج طالبة ذكرت في الحفل خطيبها المختطف، وحولت الأنظار إلى قضيته، حيث يمر العام الرابع وهو في معتقلات ميليشيا الحوثي. وعنون موقع الحرف 28: صامد، شاب مختطف لدى الحوثيين، لكن خطيبته إسراء اصطحبته إلى حفل تخرجها الجامعي، فماذا فعلت؟ وقال الموقع: كانت صورة صامد العامري هي الأبرز في حفل تخرج خطيبته إسراء وهبة الشرعبي من كلية الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا. الناشط صامد العامري يعمل في المجال الإنساني وتقديم المساعدات للمحتاجين، واختطفت ميليشيا الحوثي قبل 4 سنوات من منطقة الحوبان شرقية محافظة تعز جنوب غرب اليمن. رفعت إسراء الشرعبي صورة صامد في حفل تخرجها طب عام وجراحة من جامعة العلوم والتكنولوجيا، وكتبت متحدثة إلى خطيبها: الفرحة ناقصة بغيابك، لكنك حضرت في لمعة عين المشتاقة. وكتبت إسراء: أعلم جيدا كم كان يعني لك حضور هذا اليوم الذي ترقبته وانتظرته طويلا، لكنها حكمة الله الذي نسأله أن يؤتينا إياها. دولة بلا مأوى، ترحيل ورحيل وقلة التبجيل. تحت هذا العنوان كتب علي عمر الهيج مقاله في عدن الغد. أمام كل العالم وأمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن، قام الحوثيون بطرد الدولة والحكومة من صنعاء. غادروا إلى الرياض وظلوا يباشرون أعمالهم من هناك. وبعد طرد الحوثيين من عدن، عادت الحكومة لتباشر عملها وتبني مؤسسات الدولة في عدن، وظلت تتنقل من عدن للرياض للإمارات إلى اسطنبول، ولم تستطع العمل مع الناس وإصلاح خدماتهم وقضاياهم. شهدت عدن بعدها انفجارات غير مسبوقة ومداهمات وتفخيخ معسكرات ومؤسسات، وانتشرت البلطجة وتحولت عدن إلى مستنقع للفوضى. رحلت الحكومة للرياض، وهكذا ظلوا راحلين، مرتحلين، مطاردين، مشردين. شردوا عقولهم واختطفوا قراراتهم وجعلوهم مثل النازحين من أرض إلى أرض يبحثون عن وطن. رئيس الدولة ورئيس الحكومة وكل أعضاء الحكومة مطاردون من أرضهم. كل هذا يحدث أمام العالم والدول الكبرى ودول التحالف التي ظلت تستخف بهذه العقول اليمنية التي خضعت وارتهنت وقبلت بأي شيء يبقيها في السلطة، حتى ولو صارت مثل الإسفنجة تحركها الأمواج كما تشاء. الذين وضعوهم في هذا الموقف الهزيل هم الداعمون للشرعية والدولة والنظام والأمن والاستقرار، فأحالوهم إلى عجينة يخبزونها ويشكلونها كما يشاءون.
لم يقف أحد من الشرعية ويسخط ويرفض كل هذه السلوكيات، لا يستطيعون رفض أي شيء لأنهم لا يهدفون إلى دولة ولا إلى نظام، يريدون فقط البقاء في السلطة ولو كان قرار الدولة والحكومة يأتي إليهم جاهزاً من آخر أصقاع الأرض. حالياً يتنقل الوزراء من مدينة إلى مدينة ومن قرية إلى قرية عبر القوارب وعبر الجمال وعبر السيارات، مرة يريدون الذهاب إلى عتق ومرة إلى المهرة ومرة إلى حضرموت، يبحثون عن مأوى وطريقة توصل الدولة والحكومة إلى وطن. استخفاف وقلة تبجيل وترحيل ورحيل ورحلات وهجرة وشتات، وهم يشدون الرحال في كل يوم وفي كل زمان. قالت مجموعة الأزمات الدولية والتي نقل عنها موقع المصدر أونلاين إن زيادة تأثير الصراع الإقليمي بين الولايات المتحدة والسعودية من جهة وإيران ونشوب حرب بين القوات المتحالفة ضد الحوثيين داخل الحرب الرئيسية مع الجماعة يمثلان تحديين أمنيين لليمن في الأشهر المقبلة. وأضافت المجموعة في التحديث الثالث لقائمة المراقبة الأوروبية والتي شملت التطورات في ثلاث دول إضافة لليمن أن الحرب المستمرة منذ سنوات تداخلت مع التوترات الإقليمية وأصبحت أكثر تعقيدا في الداخل وحلها أكثر صعوبة. وأشارت المجموعة إلى زعم الحوثيين المسؤول عن هجوم 14 من سبتمبر على منشآت أرامكو النفطية السعودية الذي كان سيجر اليمن إلى عمق الصراع الإقليمي بين واشنطن والرياض مع طهران، وقرار الإدارة الأمريكية بعدم الرد العسكري جنب اليمن والمنطقة عواقب وخيمة. وأوضحت المجموعة أن إعلان الحوثيين مسؤوليتهم أظهر الجماعة كتابعة لإيران في الصراع الإقليمي، فبعض قيادات الجماعة يرون أن حدوث حرب إقليمية كبيرة تضم أمريكا وإيران ستفيدهم، بينما رأى آخرون عكس ذلك. كما أوصت الاتحاد الأوروبي بالتحرك بسرعة لتحويل خفض التصعيد الهش بين السعودية والحوثيين إلى اتفاق ينتج عنه في نهاية المطاف وقف لإطلاق النار وإعادة بدء المفاوضات لإنهاء الحرب. قاض أمريكي ينقذ يمنيين من السجن. خبر نقله موقع يمن مونيتور عن وكالة أسوشيتد بريس، وفيه قالت إن 9 رجال من أصول يمنية نجوا من السجن بتهمة تحويل ملايين الدولارات إلى اليمن، وذلك بفضل قاض يبلغ من العمر 95 عاما. وقال القاضي إن من ليس لديهم رحمة ولا إنسانية هم يعارضون حكمه القائم على الرأفة. الرجال 9 وهم من أصول يمنية يعيشون في منطقة ديترويت قاموا بإنشاء أعمال تجارية وفتح حسابات مصرفية لتحويل الأموال إلى المحتاجين في اليمن وأطنهم الذي مزقته الحرب، لكن تم اتهامهم بارتكاب جرائم لعدم تسجيلهم شركتهم كشركة لتحويل الأموال. وحكم القاضي الفيدرالي أفيرين كوهين حتى الآن على 6 رجال بالإفراج عنهم على أن يظلوا تحت المراقبة، فيما ينتظر 3 آخرون الحكم. وأشار القاضي إلى أن النظام المالي في اليمن في حالة من الفوضى وسكانه في أمس الحاجة إلى المساعدة بسبب الحرب الأهلية، بينما قال ممثلو الادعاء إنهم لا يملكون دليلا على أن نواياهم لا تتجاوز إرسال أموال إلى الأقارب وليس لتجنب الضرائب. الكاتب الصحفي حسن عبد الوارث يكتب في موقع يمن مونيتور مقالا بعنوان انظر إلى المرآة، وقد جاء في بعض من فقراته: اليمن هو البلد الوحيد الذي تسمع فيه عبارة راح واستراح كلما جاء نبأ رحيل أحدهم عن الدنيا، ويكون رحيل المرء أحياناً راحة له ولأهله إذا كان قد وقع ضحية مرض عضال لا يقوون معه على سداد مصروفات علاجه الفادحة، بل تكون أحياناً كلفة الدفن والعزاء أكثر وأكبر من طاقتهم. ففي هذا البلد حيث الفقر المدقع الذي استفحل جراء هذه الحرب يتباهى بجبروته الذي ينابز جبروت الحرب نفسها، يغدو الموت فوزاً عظيماً للخلاص من كلفة القوت والدواء. وفي إمكانك أن تعيش على النحو الأدنى من العيش في هكذا بلد شريطة ألا تأكل ولا تشرب ولا تلبس ولا تتطبب ولا تسكن بالإيجار أو تدفع مصروفات مدارس ووسائل نقل، وحبذا لو امتنعت عن استخدام سائر الحواس وعن الحلم أيضاً، فضريبته في هذا البلد باهظة. إن من غضب الله وغبطة الشيطان أن يبتلى هذا الشعب المنكوب
منذ انهدام سد بنخب حاكمة ومتحكمة لم يخلقها الرب من طين وماء كباقي البشر. انظر حولك وأخبرني إن كنت ترى شيئاً واحداً يشير إلى أننا نعيش كباقي البشر. انظر حولك وأخبرني إن كنت تعتقد بأن حكامنا وساستنا لهم أدنى علاقة بصفة واحدة من الصفات الآدمية المتعارف عليها في قاموس الإنسان وناموس الإنسانية. انظر حولك وأخبرني إن كنت تعتقد بأنك قادر على الابتسام، مجرد الابتسام، كلما تطلعت إلى وجهك في المرآة. أنت تدري جيداً ما الذي تشعر به كلما تطلعت إلى وجهك في المرآة، فلا تضحك علي ولا على نفسك. ما الذي يفتقده الفن اليمني ليتجاوز التقليدية؟ هل الأغنية غير قابلة للتطور بطبيعة الحال؟ هذا مجحف بحق أي ثقافة. هكذا يتساءل جمال حسن في تقرير نشرته صحيفة العربي الجديد بعنوان الأغنية اليمنية موسم الهجرة إلى الخليج. هناك تجارب شهد فيها الغناء اليمني ملامح تجديد، لكن كل مشروع للتحديث سرعان ما تحاصره التقاليد. جاء الغناء اليمني أكثر انفتاحا على العناصر الموسيقية المختلفة، متخففا من القيود التقليدية، طبعا بمساهمة إمكانيات لم تتوفر في اليمن. الفنانون اليمنيون في الخارج وفقا للتقرير استهدفوا جمهورا خارج اليمن، أما اليوم يغادر المغنون الشباب في سعيهم إلى احتراف الغناء في المهجر الخليجي، لكن من دون تطلعهم إلى دفع عربة الغناء اليمني فتحتويهم الأساليب الخليجية. يعد المغني الشاب فؤاد عبد الواحد المثال الأبرز على ذلك، فبعد فوزه بلقب فنان الخليج انحصرت إصداراته على الغناء الخليجي، كما حققت كثير من أغاني الشباب اليمنيين بعض الرواج خارج اليمن، وحققت أغنية يا ليالي رقما قياسيا بين مشاهدات الأغاني اليمنية بصوت صلاح الأخفش، وسبق أن لحنها وغناها إبراهيم الطائفي منذ سنوات على مقام الكرد، واتسمت ببنية لحنية بسيطة ربما ساهمت في رواجها، وهو لحن ضعيف مقارنة بكثير من الألحان اليمنية الثرية. تتراوح الأغنية اليمنية بين تيارين، لكن أحدهما لا يتمتع بأي طموح موسيقي، وآخر لديه هذا الطموح مع انعدام الرؤية والوعي الفني. ويتهم التقرير من قال إنهم يفتقدون إلى سمات شخصية تعزز أسلوبهم في الأغنية اليمنية وتحتفظ بطابعها، كما هو جلي في الصف الأكثر تقليدية، إذ يميلون إلى تقديم الأغاني اليمنية بأسلوب خليجي. انهض يا شعب انهض، تحت هذا العنوان كتبت الروائية اللبنانية نجوى بركات مقالها في العربي الجديد. أبناء لبنان ينهضون للمرة الأولى في تاريخهم شعباً موحداً يعبر عن وجعه وضيقه، مدركاً أخيراً أن شدته هي في الضفة المقابلة وفي كل مناطق لبنان. إنها انتفاضة وعي سياسي مستجد، واسع الرؤية، متعدد الزوايا، مركب الذكاء، أنتجه وعي طبقي حاد وواقع اجتماعي واقتصاد منهار. ثورة، 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 والشعب يريد إسقاط النظام كتلك التي هدف بها إخوتهم في سائر البلدان العربية، تونس ومصر وليبيا والسودان وسوريا والعراق، وأجل مثلها. حتى وإن كان الخوف مما سيلي، وهو كان في معظم الأحيان سيئاً واقفاً لهم بالمرصاد، اليوم يقول اللبنانيون لمن يعبرون بصدق عن خوفهم من الآتي أو لمن يهددونهم بالفراغ والإفلاس والانهيار: أجل يا إخوان، كلنا خائفون، إنما دعونا نفرح اليوم بما يجري لأنه غير مسبوق. فللمرة الأولى يتحرك الناس ضد طغمة الطائفة السياسية الحاكمة وعصابتها، ليفهموها أخيراً أنها ما عادت تحكم. لقد انتهت أيامها، ولت، ولو رجعت، إذا رجعت فستفعل خائفة مذعورة من غضبنا ومحاسبتنا. أما ماذا بعد؟ فسوف يأتي كل شيء في وقته، لأن الجاري الآن ما كان متوقعاً أبداً. يبقى السؤال: ماذا لو رفضت الورقة الإصلاحية لانعدام الثقة وهو في مكانه واستمرت المظاهرات؟ في مطلق الحال ما تم قد تم، ولا رجوع عنه. وعيا وعينا، وشعبا صرنا، عزل نزلنا إلى الشارع وبحناجرنا هتفنا: كل يعني كل، حماك الله يا لبنان.
اعتذر مسؤول في مدرسة هندية بعدما انتشرت على نطاق واسع مجموعة من الصور تظهر طلابا رؤوسهم مغطى بصناديق من الورق المقوى، والتقطت الصور أثناء امتحان في مادة الكيمياء في مدرسة بولاية كارناتاكا، وعنون موقع البي بي سي: مدرسة هندية تكافح الغش بصناديق على رؤوس الطلاب. وأظهرت الصور الطلاب وعلى رؤوسهم صناديق مفتوحة من جانب واحد، وذلك لمنعهم من الغش. وتحدث مسؤول بالمدرسة علنا عن الواقعة، حيث اعتذر لمسؤولي المقاطعة عنها، وقال ساتش لبي بي سي إنه يعرب عن أسفه لمحاولة استخدام طريقة غير مألوفة لمكافحة الغش. كما أصر المسؤول على أن الإجراء طبق بموافقة الطلاب الذين أحضروا صناديقهم الخاصة، وقال: لم يكن هناك إجبار من أي نوع، ويمكنك أن ترى في الصور أن بعض الطلاب لم يرتدونها. وأضاف: قام بعض الطلاب مما ارتدوا الصناديق بإزالتها بعد 15 دقيقة، والبعض الآخر بعد 20 دقيقة، وطلبنا نحن أنفسنا إزالتها بعد ساعة واحدة. وتشير أنباء إلى أن مسؤولين إقليميين هرعوا إلى المدرسة لتقديم شكوى بمجرد اطلاعهم على الصور. الاحتجاجات الشعبية في بلاد العرب، قوة الناس في مواجهة الحكومات. تحت هذا العنوان كتب عمرو حمزاوي مقاله المنشور في صحيفة القدس العربية. تتنوع ساحات الاحتجاجات الشعبية التي تعم بلاد العرب اليوم، والأسباب واحدة: الفساد وضياع حقوق الناس وغياب الإصلاح وعجز نخب الحكم. تظاهر المعلمون في الأردن طلباً لرفع الرواتب وتحسين ظروفهم المعيشية. خرج العراقيون إلى الشوارع في مختلف المحافظات وبأعداد كبيرة للتعبير عن رفضهم للفساد الذي أفقر الأغلبية على الرغم من الثروة النفطية. ثم حل الدور على لبنان خلال الأيام القليلة الماضية، حيث خرج الآلاف إلى الساحات العامة في المدن الكبيرة وكذلك في المدن الصغيرة للتظاهر ضد فساد استشرى وضد طبقة سياسية عاجزة يتصدرها ملوك الطوائف وأمراء الحرب، وتعتاش على المحاصصة الطائفية وتوطين الإفساد في المصالح العامة والخاصة. بالقطع تتفاوت الاحتجاجات الشعبية من تجمع أعداد قليلة ولمرة واحدة في مصر إلى تظاهر الآلاف ولأيام متتالية في العراق ولبنان، غير أن تلك التفاوتات هامة الرصد والإدراك لا تنفي أن أسباب الاحتجاجات تظل مرتبطة بالفساد وضياع حقوق الناس وبالطلب الشعبي على إصلاحات حقيقية. النتيجة الحقيقية للاحتجاجات الشعبية إذن هي تراجع الحكومات في مواجهة المواطنين. لا أنكر أن رد الفعل الأول لحكومات الأردن والعراق ومصر ولبنان كان التشكيك في دوافع المحتجين ومحاولة نزع الشرعية عنها. بدت الحكومات ضعيفة ومهتزة إزاء تظاهر المئات والآلاف، ولم تسعفها لا خطابات التخوين ولا خطر الفوضى المعتادة ولا الممارسات القمعية، وسرعان ما أدركت ضعف شرعيتها وحتمية التراجع بحثاً عن شيء من تهدئة الشارع المنتفض في العراق ولبنان أو في مسعى للحيلولة دون انتفاضة في الأردن ومصر. لم نعد كمواطنين الطرف الأضعف في العلاقة بيننا وبين الحكومة، ولم يعد تجاهل المطالب المشروعة بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وبمواجهة الفساد، بل وبالتغيير السياسي الجاد، لا بالأمر اليسير ولا بالأحداث التي يسهل للحكومات السيطرة عليها بخطابات التخويف وممارسات القمع وبالوعود غير القاطعة. يريد وزير الاقتصاد الألماني دراسة طلب اتحاد الصناعات بشأن إنشاء ميناء فضائي في ألمانيا يمكن إطلاق صواريخ صغيرة منه حاملة للأقمار الصناعية. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير وعنوان دي دبليو الألماني: ألمانيا تدرس بناء ميناء فضائي. ويعتزم وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير دراسة إنشاء ميناء فضائي في ألمانيا بناء على رغبة قطاع التصنيع. وقال الوزير: الفضاء يثير شغف الكثير من الناس ويوفر الآلاف من فرص العمل في ألمانيا. نحن رائدون في تقنية الأقمار الصناعية، لذلك أرحب بدراسة مقترح اتحاد الصناعات الألمانية بشأن إنشاء ميناء فضائي. كما أعلن الوزير عزمه طرح أطر أساسية لقانون الفضاء بحلول مطلع العام المقبل. وكان اتحاد الصناعات الألمانية أعرب عن رغبته في أن يتم إنشاء ميناء فضائي في البلاد. وقال رئيس اتحاد الصناعات الألماني ديتر كيمف إنه عبر هذا الميناء يمكن إطلاق صواريخ صغيرة حاملة للأقمار الصناعية، ويلعب الميناء دورا مركزيا لألمانيا ولصناعتها في عصر الثورة الرقمية.
في الوقت الذي يتم الحديث فيه عن إمكانية إيجاد حياة خارج المجموعة الشمسية، ينفي علماء إمكانية توفر ذلك، وعنون موقع عربي بوست في مادة مترجمة: الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء، خروج البشر للفضاء جنون كلي وهذا لن يحصل. قال ميشيل مايور السويسري الحائز على جائزة نوبل إن البشر لن يهاجروا أبدا إلى كوكب خارج المجموعة الشمسية، لأن الأمر سوف يستغرق مئات الملايين من الأيام للوصول إلى تلك العوالم البعيدة. وأشار مايور إلى أن الأرض لا تزال صالحة للحياة ما دام البشر يبذلون جهدهم في العناية بها، وأن محاولة البشر العيش خارج المجموعة الشمسية فكرة مجنونة تماما. وحصل مايور إلى جانب زميله على جائزة نوبل في الفيزياء لاكتشافه أول كوكب خارج المجموعة الشمسية عام 1995، وقال مايور عند سؤاله عن إمكانية انتقال البشر إلى كواكب أخرى: إذا كنا نتحدث عن الكواكب خارج المجموعة الشمسية، أحب أن أوضح أننا لن نهاجر إلى هناك، هذه الكواكب بعيدة جدا أكثر مما يتخيل الكثيرون. وأضاف: إننا نتحدث عن مئات الملايين من الأيام باستخدام الوسائل المتاحة لنا اليوم، يجب أن نعتني بكوكبنا، إنه جميل جدا ولا يزال قابلا للحياة. وقال مايور: إنه نفس السؤال القديم جدا الذي طرحه الفلاسفة: هل هناك عوالم أخرى في الكون؟ المصور الفوتوغرافي اليمني بدر يوسف قام بتصوير مجموعة صور لصباح بداية يوم دراسي أول، وركز عدسة كاميرته على طلاب الصف الأول الذين يدرسون لأول مرة، ونشرها في صفحته بالفيسبوك. نتابع جزءا منها في جولتنا المصورة لهذا اليوم. الرسوم قد تعبر عما بداخل صاحبها، ولكنها تترجم أيضا أحداثا وتسرد قصصا وتوصل معاناة. نتابع شيئا من ذلك. إذن بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.